السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج جميل اسمه تري سايز. تري سايز بيعمل ايه؟ دلوقتي لو انت عندك مشاكل في المساحة، هو بيبدأ يدرس لك ويقول لك الفولدر او المكان الفلاني ده واخد مساحة كبيرة. ممكن يكون انت عندك مشاكل وعمال تلغي برامج وتكتشف ان انت عندك مثلا على الديسكتوب 10 جيجا، لو مجرد نقلتهم من السي للدي اتحلت المشكلة. او تلاقي فولدر افلام في فيلم فيهم مثلا واخد 10 جيجا لوحده، تتفرج عليه وتلغيه وخلاص وهكذا. فانت بتعمل دراسة لل الملفات اللي عندك. انا هقول له هنا انا عايز ادرس السي مثلا، بيقول لي اعمل ريستارت كادمنستريتور. ليه؟ عشان لما اقول له ديليت يروح لاغي الحاجه اوتوماتيك. تمام، اهو هيبدا يدرس لي الملفات والفولدرات، كل فولدر قد ايه. على سبيل المثال مثلا قال لي اليوزر دوت 62 جيجا. طب ال 62 جيجا دول عباره عن ايه؟ الفولدر اهوت اسمه اب داتا. ما تلغيش حاجه لمجرد حاجه كبيره، لازم تكون دارسها، لازم تكون عارف الحاجه دي بتاعت ايه. هل البرنامج مثلا انت ما بتستخدموش؟ يعني مثلا ده مثلا ما بيستخدموش، فبشغليه من هنا، هدخل على كنترول واد ريموف سوفت وير او بروجرام واروح لاغيه. تمام، ممكن تلاقي فولدر موجود على الديسكتوب على اهي مثلا دوكيومنتس في الكامتاز ياخد 3 جيجا. تمام، ليه؟ لان هو بيحط التيمب هنا. يبقى انا هحط هخش في الخصائص بتاعت الكامتازيا واقول له سايف لي التيمب في مكان ثاني. الريفت الاوتوماتيك بتاعه العادي بتاعه ان هو بيسطب او بيرمي الملفات الباك اب هنا، فانا هخلي الباك اب في مكان تاني والغي الباك اب ده ما دام قديم، او اعمل له موف انقله من هنا لهناك وهكذا. مثلا المش مكسر ده برنامج انا بقالي كتير ما استخدمتوش بس مساحته قليله خالص، فحسب بقى هل انا هستخدمه تاني ولا لا. فانت بتعمل اناليسيس، هو عمل لك اناليسيس، وده مثلا دوكيومنت تبدا بقى تشوف كده ايه البرامج اللي موجوده، اهي كل واحده مساحتها قد ايه. فانت لو في حاجه معينه مثلا عايز تلغيها او تنقلها تقدر تعرف تستاهل العناء دي ولا لا. الصور مثلا هي الفيديو، تمام، ما تلغيش حاجه من الويندوز غير لما تكون واثق منها، يعني ملف تاني مثلا هنا البروجرام فايل. البروجرام فايل ما تلغيش من هنا، تخش على الاد اند ريموف بروجرام وتلغي اللي انت عايزه بحيث يتلغي البرنامج بالحاجات اللي معاك. مثلا البرنامج ده بقالي فتره ما استخدمتوش، ممكن ادخل والغيه. ده برده بقالي فتره ما استخدمتوش، ممكن برنامج يعني ما تستخدموش خالص واخد مساحه كبيره، تمام، بس ما تدريش حاجه غير وانت واثق منها. الادوب مثلا لقيت برنامج الادوب واخد مساحه كبيره مثلا زي الانزايم، فانت ممكن تعمل له ريموف وتروح مسطبه على الدي. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف الدي، يبدا يعمل لك دراسه للدي. فتلاقي ممكن حاجه بالنسبه لك مش مستاهله واخد مساحه كبيره قوي. تمام، فمثلا الزوم ده مثلا ده برنامج بيمحط يعني لقاءات فيديو وفي نفس الوقت بيخليه يسجل او هو اوتوماتيك بيسجل اي لقاء فيديو، فممكن تلاقي مساحته كبيره. فتبدا تشوف مثلا هنا ملف البيم عندي 214 جيجا. تمام، فابدا بشوف ده ايه، فيبدا يجيب لي بقى الملفات ديت، فابدا اشوف انا واحده فيهم اللي المساحه بتاعتها تستاهل ان انا اعمل لها دراسه ايه اللي تلاقيه وايه اللي ما تلاقيش. البورتابل مثلا من البرامج اللي هي بتشتغل من غير تسطيب. تمام، فانا عندي مثلا برنامج اسمه جيم ده واخد جيجا. تمام، فانت تبدا تشوف ايه اللي انت بتحتاجه ولا بتحتاجهوش وهكذا.